مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. كاع كنا نصفقوا غير شفيقه ما حبش تصفق. عتيقه صفقت. عتيقه مرحبا بك. بك وهلا خويا العزيز. على بالك رمضان بلا بك ما فيهاش. الله يسلمك خويا. انا تانيك نحبكم وجيت ليكم. انا درت لوفيرتور. شحال تحبينا سي لا روبريز اليوم درت لا روبريز تاعي. عتيقه شحال تحبينا ما تقولي لي. نحبكم كاع والله غير توحشتكم. ونقول لك حاجه والله غاني نهضر من قلب الصميم توحشت البلاطو. الله يسلمك. عتيقه توحشنا والله العظيم. عتيقة احنا ثاني توحشناك عندي وبال... خمس شهور خويا العزيز ما دخلتش لبلاطو. احنا على هذيك اللي صممنا باش قديمة بزاف في الميدان. والله العظيم تحسي الفراغ. عباك جميلة أمنيني بالله غير على بالك اليوم اللي حييت شوية. الحمد لله يا الله العظيم شفتيني شفتكم كاع سيمو بالله نقسم لكم بالله غير اليوم اللي ولات ربي يجيب الشفاء ان شاء الله. ربي يجيب الشفاء. احنا على كل حال مساء الخير عليكم. مساء الخير هدى على سلامتك وصحه فطور ضيوفنا اللي راهم معنا اليوم. مرحبا بك عتيقه معنا وصحه فطورك. عتيقه قبال الفنانه الكبيره. اكيد كبير ربي سبحانه. ان شاء الله تكون عوده ميمونه ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. شهرزاد الجميله والانيقه مرحبا بك معنا. شكرا على فطورك ونورتي. ربي يحفظك. صحه فطوركم صحه فطور كامل اللي يتفرجوا فينا. صحه فطور قعدتنا الحلوه ان شاء الله وجميله اليوم. راها بلوك سبيشال جميله لنا اليوم. مرحبا لنا عليه قويتي الحيط ما شاء الله. ما شاء الله داروا ليا تحماوا تحماوا ما زلتش انت. الله يسلمك. مرحبا بكم. اليوم راني سعيده بلقاء عتيقه. انا كنت بعيده على العاصمه سامحيني عتيقه وكنت في اثناء عمل وبالتالي ما سمعتش بلي كنت مريضه. ربي يجيب الشفاء. معليش عيطوا لي خواتاتك كاملين عيطوا لي على العائله تاع الراس ونقول لهم يعطيكم الصحه. والله غير ملي تسمى صات لي لاكسيدون ما يعيطوا لي. والله كل جزائري في الضمنه معك. الحمد لله نشكر كاع الجزائريين اللي تضامنوا معايا. ورشيد الجزائري رشيد جا من وهران على جالك. الله يسلمك خويا. مرحبا بك خويا عندنا. راكي كي بختها على بالكي بختها في وهران. لا 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 بختها تاع الخالدي. راكي كي شغل جايه في كاليش راسيا كي امير الجيش تاعكي راكي شوالا صاحبي. ملا احنا في قناه البلاد وفي دقيقه محمد دقيقه. انا ماذا بيا جميله الا كنتي اختي غير ودي وجمعي. علاه غير ديري لي خاطري غير وكفي وجمعي دير ديفيلي دو لا غير وكفي غير هنا ومن بعد جمعي. كان نوضي بنت تبان لاباتري تاع الميكرو. معليش معليش غير نوضي بون ما تردوش بالكم. زيدوا لها مو كحله تولي كي قدو 24 سلطاني. مرحبا بك وهلا خويا عتيقه. كاش باك حاب تقول لي حاجه؟ والله غير حبيت نقول لك بانه تسمى بون انت اولا مازالك مريضه يعني بديتي تتعافاي الحمد لله. مازال يعني بديت مع لا ريجيكاسيون. لاباس لاباس سلامات خير ما كما يقولوا خير من اليامات اللي مضات. وسط مرحله صعبه بزاف ودرك الحمد لله لاباس. والجزائريين اللي ما قدروش يشوفوك ولا يجوا يزوروك في دارك رانا جبناهم لك كامل يجوا يشوفوك اليوم في حصه رانا سهرانين. الحمد لله نقول لهم والله غير الشعب الجزائري الضامن معايا ونقول لهم يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه. الحمد لله نشكرهم. حبيت غير نقول باللي هدى راها متالقه اي لاسوسيسيون دو كولور اللي جيست ربي يخليك ربي يخليك. شكون اللي دارها لك؟ في اون سيت لو نون سي غالري فيمينين تاع بير خادم. تحبي نديك ليها يعطيهم الصحه يعطيهم الصحه. رشيد وانا ورشيد ماناش حطها تما قالب غالب هكذا تما انا ورشيد ماناش حطها والو تما مش عارف والو عندكم ستيليست. لا لا حطها وعلى خويا اسكو عندكم ستيليست. شبعت شبعت القاده. الله يسلمك عتيقه يعطيك الصحه رشيد. حطها بصح ما عندهم ما يبدلوا. شفيقه عليها بلتني عتيقه اختي والله لما قوت لي نبغوك انت راك مريضه. الله يسلمك. ونسيب ننظر في بلاصتك يا عمري. الله ينور. قالوا عالي والله غير قالوا عالي والله الا نبغوك. الله يسلمك يحبكم الخير. ولا والله العظيم غير شحال من واحد قال لك واخا جات فيا وما جاتش فيك. والحمد لله يحبوك عتيقه. الحمد لله نقول لهم بك شوف المازال ما نطلب والو نطلب ربي يشافيني ويعافيني ان شاء الله. هي هذو الله ان شاء الله ويشافي ويعافي كل مرضى كل مرضانا اللي راهم في المستشفى اللي راهم في الدار ربي يشافيهم كاع وربي يرحمنا موتانا ولا بيرجي دي كوبينان وهاد اليامات هادو. مدام فاتحه نسين ربي يرحمها. ريم غزالي الله يرحمها. ليندا يحياوي لا ماكيوز الله يرحمها. ربي يرحمهم ان شاء الله ويجعلهم ان شاء الله من اهل الجنه يا رب ان شاء الله. اعطوا لها الروتور للعتيقه. اعطوا لها الروتور يا اخويا.
هاي عتيقة شتيها؟ إيه نحب نشوف روحي بيا صح. فهم ملا كيفة؟ ما شاء الله. قال لك حو يشكر روحه. عتيقة. احكي لي نهار كنتي تسوقي في الطوموبيل و في سالومبي. إيه. وتلاقيتي واحد كنتي ما تسوقيش مليح. وقلتي له درتي له هكذا، قلت له صبر صبر، قال لك جوزي جوزي. إيه صح ولا غير هكذا؟ على بالك مساكن يديروا مربي طوموبيل تمشي وحدها. كنت تلمو انا قصيره ما يشوفونيش، شحال واحد يدي لوربي طوموبيل تمشي وحده حتى واحد البوليس قال لي عمالي طوموبيل زدت عليا طالعه كي بعدا بزاف. عتيقه تسوقي هنا؟ نسوق كاميكاس انايا. على بالك بلي انا عندي برمي هنا ما نسوقش، انا نقول لهم جو تيا ما في زعما باغي نعيش نخاف. وين هنا تقصي العاصمه؟ هنا هنا في الجزائر ما نسوقش. عتيقه تسوق؟ كي نجي ما نسوقش نخاف. سما كي تروحي الوهر انت مالا كيفاش؟ ما نسوقش لا في العاصمه نخاف نخاف. صح في الخارج تسوقي؟ خارج نسوقي هنا ما نسوقش. انت ركبتك الرهبه هذوك ما تقدريش تسوق. يا مي مي كاين اللي محترمين. ديري كيما عتيقه تنجح بالبارشوك تنجح. لا على باليش على الكوش كاين بابا طاطا طوموبيل ولا غير كاميكاس تاع في طوموبيل تاعي مضروبه في الباب مضروبه في لامار مضروبه بصح على باليش انا شفت وما نخدمهاش ونمشي ونوصل. انا شفت الناس الكري لو فوغوش خلعوني والله خلعوني ما بقاتش سمحوا لي زعما خلعتيني رشيد انت واش راك لا انا سوق نورمال ما سوق نورمال نورمال عادي مالا جوستومون مادام جبتوها على السوقان وهذا منا نحكيو شويه على السوقان في رمضان سما الناس اللي في رمضان خاصة صباح بكري وعلى المغرب وعلى المغرب اكثرها يعني على المغرب نشوفوهم يتقلقوا على الفطور على المغرب على المغرب عادة السرعة هما مسلقين على شعرها بصح صباح بكري دايخين صباح بكري الدوخة دوخة نيشان نيشان انت من هذوك الناس تاع الدوخة راشد مع الصباح وي الدوخة مع الصباح وي عتيقة وانت وقتاش انا ما ندوخش ما يغلبنيش رمضان سلامات والله الحمد لله سلامات الحمد وشوفي عندي دي ميديكامون نشربهم والحمد لله نشربهم في الصحة ونشربهم في المغرب الحمد لله الحمد لله الحمد لله وجامع تصومي اكيد تصومي لا نصوم اختي نصوم الحمد لله يعني. شوفي صافي عندي من 2017 وانا مريضة من 2017 جامي يعني كليت رمضان دايما نصوم ما شاء الله ربي يقدرك والله ان شاء الله ان شاء الله ربي يقدرني يا ربي ان شاء الله يا ربي ويحفظ لك ان شاء الله صحيحتك يسلمك على نورك يعني خير من اللي كنت ان شاء الله يا ربي كنا كاينة حاجة هذه الطبيبة والشافة هي تقول لنا عليها هل في رمضان الإنسان faire un petit peu ses capacités, c'est-à-dire sa vigilance, le réflexe. Moi, pour moi, non. Pour moi, quand on a qui nous connaît, c'est pour baraka. Et nous, vous, dès que le retour, qui t'achète du baklani, tu t'engouffres pas avec du sucre ou t'achètes des sucres longs, les chips bihom. Asiam, il est en train de n'qif le jus intérieur. Anna, je suis lindaro, qui limoule. قهوة اللي ينظر اللي مخصوص نعاس قهوة الصباح واحد اللي مخصوص نعاس الصباح دوك نعاس يسوغي كيليبر أنا واحدة ما عنديش مشكلة تاع النعاس أنا قادرة كي نكون عيانة نعاس ما تعب زي قفلة ترقدي أنت أنا عندي بروبليم ما نرقدش كاع أنا نرقد أنت ما تعب صافي بخيس 5 ولا 6 ما نرقدش نرقد ساعة زوج ونوض ساعة زوج ونوض سلطاني كي ندو تخاجي ومش مسافين راجلي أنا باك نرقد من مسكيني سوق ونوض لها في انا ضفطريك سافا لاباس تي با بيان انا دوكا نعاود نديكم لزمان نعاود نديكم لايام زمان نروحوا نشوفوا هاد الفي تي ار ونعاود نوليو باش نرجعوا شويه للحضارات القديمه اللي مرت على الجزائر بمختلف العصور قصدنا بيت هذا الشاب اللي يقوم بجمع العملات والاوراق النقديه القديمه نقدر نقول لك انا الله يبارك من الهوايه الى هوس انا بديتها وانا صغير هذه المهنه هذه نقدر نقول لك راني فايت 20 سنه في مجال الهوايه راني من الطابع البريدي الى العمله الجزائريه الى البطاقه البريديه وبعد الميلاد جمع الطوابع البريدية لكما يلقبوها هواية الملوك هواية إدريس حوفة الشاب اللي حول البيت دياله إلى متحف صغير يجمع فيه كل الأشياء القديمة اللي غابت في وقتنا الحالي تسافر بيك للنوستالجيا درت مجموعة قيمة
لذكريات الزمن الجميل والماضي الرائع والقصص الجميلة. تقول نجمع لتليفون أونسيان، تلقى روحك من التليفون، تلقى روحك في المفاتيح القدم، تلقى روحك في الروايح، تلقى روحك في, في, في الأشياء القيمة اللي كانوا عايشين بها بكري، سورتو كما نقولوا عليهم ذكريات الزمن الجميل. كل يوم تلقى روحك في حاجة جديدة، كما المهراس القديم، كما الرحيوة تاع القهوة، الرحيوة تاع القهوة فيها نوعان، الكبير هذاك ترحي القهوة، أما الصغيرة هذيك تاع التوابل. تلفاز، راديو، ساعات وكاميرات تعود لسنوات بعيدة بزاف وصعب نلقاوها في الوقت الحالي. وكاين الريحة القديمة هذه اللي راكم تشوفوا فيها، كاين هذه الريحة الصفراء هذه كانت في سنوات السبعينات والثمانينيات، كانت ما كانش مرأة لتروع عروسها وما تديش في جهاز تاعها هذه القلعة، ما زالت حتى الريحة تاعها تمشي ليومنا هذا، الريحة تاعها هايلة. ومن بعد نروحوا لبوستونسيان لراديو، نروحوا للتليفونونسيان، نروحوا حتى هذه الطيسان تاع الجاج هذا، ما كانش، كانت عائلة جزائرية ما فيهاش هذا الطاس وهذه القرعة. درك أنا بما أنه أنا هاوي وليت أنا اللي نجمعهم. كاين دوكا بيوت هكذايا ما زالت فيها كيما نقولوا في البيبيوتيك تاعهم هادو لي زونسيان، ما زالت تلقى طاس قديم، قرعه قديمه، بصح ما شغل كيما نقولوا حنا ديالنا غير اللي عنده بيبيوتيك هذاك اللي غالق عليه ورامي المفتاح. حب ادريس في هذه الهوايه وجمع للاشياء القديمه خلانا نرجع ولو للحظات قليله الى الزمن الجميل. أول شيء قبل ما نتكلموا على الفيتيار نتكلموا على الزميلة سارة اللي دايما تجيب لنا مواضيع شيقة وتحوسنا على هذه المواضيع. هو موضوع جد جميل لأنه الأشياء القديمة تهمنا وكل حاجة قديمة هي تفكرنا، هي عبارة عن تاريخ لنا. كما شوفوا هذوك لي بوست، شفنا هذوك القلاع تاع الريحة اللي تديهم العروسة تاع زمان معاها، شفنا القالب تاع السكر، أكيد القالب تاع السكر تاع شفنا يعني عدة أشياء جميلة. سيدة جميلة عراس، أنت من الناس اللي فضوا على هذا. فعلا عندي متحف خاص بالامور هذه وخاص بالالبسه وباشياء كانت للوالد الله يرحمه ولعمي، حتى عندي اصدقاء كيكون عندهم حاجه وعنده وغاضتهم تاع جداتهم ولا يجيبوا يحطوها يودوها عندي. هذه الاشياء هذه تهضر معاك للناس اللي يحبوها، تهضر معاك كاينه حاضره ناس خدمتها ناس لبستها. ويعني هاد الحاجة عاودت ولات الموضة ديالها، يعني دوكا تكون شوفوا مالغري كاين فيها منازل عندهم يعني ستيل جديد إلى أنه مازالهم يحتفظوا بوست هكا صغير ولا اون تابل هكا. شوفاش تاع الجمر تاع الحطب، الواحد كي يحب الحاجة يمشي فيها، ماشي شرط تكون ترجع على مود ولا تحبي تتونسي بهم. أنا نقدر نعطيك مثلا اعتراف مني، مشيت في حياتي ومن بعد اخترت زمن معين، ما عجبنيش الزمن اللي راني فيه، سمحوا لي، اخترت زمن الستينات، انتبهت لنفسي، لقيت روحي هربت للزمن الستينات في مع الارض، مع الخضر ديات، مع بيو، مع هذه الاشياء اللي نجمعها، مع هذه الامور، بالتالي تصيب الزمن مشي توقف، الزمن يمشي ببطء، تقدري تلمسي الاشياء، تقدري تحسي بالشاعريه، تقدري لان تطلب لك وقت، رانا فوق السرعه، هربت من هذا وقت السرعه زمن السرعه وهربت من امور بشعه اخلاقيا يعني ما عجبتنيش، وبالتالي راحت لزمن الستينات. تبقى فيها ريحه الجدود، ريحه العائله. اكيد هذاك الزمن ماشي كيما كل زمن والاخر والسر تاعو، زمن الستينات ننظر الى الاشياء تنمو وتصبري لها وتشوفيها وتتمعني فيها. أكيد. كما قال الدكتور بينا شنو نحييوه اللي قالوا معلاش مرض السكري ما كاش بزاف بكري، قال كلمه عجبتني، قال لك كنا نستناو باش ناكلوا السكر، نستناو العيد الصغير يديروا حلوه الطابع. صح، قالك ماشي في كل تورنا كاين اللي يبيع لي كاطو باتيسري عتيقه. وانت تحبي هذه الاشياء القديمه وتميلي ليهم عندك في الدار؟ عندي تاع يما الله يرحمها، مازال لي المهراس البوستي غير كيما يما داتو، يما في حياتها الله يرحمها صافي واحد الأونزو مداتو لا غير البوست. من بعد قالوا لها من كوزا عبد الكريم سكار وليد خالتي، قالها يا خالتي علاش مديتي؟ قالها على ما خليتيهش عطا. بعد مديناه وندمنا،
وانت مازال عندك هكا اشياء قديمه. انا مازال عندي المهراز، مازال عندي الجفنه، مازالت عندي الباسينات على الحديد. تاريخ بالله ما عندي الجرة محمد لوحك على الصابون. ولد راهم اللي مدهم لك يعتمد على ويت هادوك عندك؟ لا لا هادوك لا 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 هادوك لا لا ميم. لا غير مازالت عندي الجفنه مشقوقه شويه وخليتها ريحه يما. قلت لك الجفنه تاع الطين، تاع الجفنه تاع الحطب تاع اللي فتلو فيها. ومازالت عندي باسينه تاع الحديد، باسينه تاع الحديد. الجفاني حكايتكم قالت لي كاينه الجفنه تاع الطين، يقولوا لي عتيقه مديها مديها ما نحبش نمدهم. لوحه تاع الصابون على بالك محمد اسمحي لي عتيقه، كي درت دوار شاويه اصطدمت بحقيقه مره، بانه احنا الجزائريين مجرمين في حق الذاكره. شوفي نحوس على الادوات اللي باش تخدمي تاع فتره بين 1925 و 1946، هذه الفتره المحدده للمسلسل، باش لقيت المحامر تاع الشكوى اللي نعلقوها انا مخضر البن. درنا الولايات باش لقيت القرن تاع النفه تاع شمه كيف كيف سلفونا واحد الشيخ تاع الجامع، باش لقيت الجره. كاين بزاف اللي ما يعرفوش الجره، عباره عن صخره هكذا مدوره. جميله كي بيعتيه الامام راحت عليه هذا محينك النف مسكين يشم هذا ما كناش قلنا. ما عندناش هذاك لو ميتي دونتيكير زعما اللي عنده قيمه. لا لا يرميوها. تصوري كاين دي بوفي شابين عندهم 100 سنه، الناس جابوا سلفهم لي وبعد قالوا لي رميهم وترديهم الناش. ما كون عندنا لو ميتي دونتيكير كي بو رينوفي سا اي بروندون سوا. لا احنا نرميوها، احنا الحاجه الجديده جات القديمه نرميوها، لانه ما نعطيوش قيمه للامور اللي مشينا معاها في حياتنا ومشينا عندها قيمه. شهره واش عندها في عجبتك فيها؟ انا صراحه ما عنديش صراحه قدم، مي جيم بيان لي ريديسيون. باغ اكزومبل عندي بوست كيما لي بوست مارون، هذوك القهوي اللي شفناه تاع بكري لي زاني 60 وقيلا. عندي هذاك اون فيرسيون نفسه نفس الشكل، باسكو نحب الشكل القديم اون فيرسيون مودرن، باسكو نقدر ندير فيه سي دي، نقدر ندير فيه. عندي اوسي هذاك لو تيليفون اللي بالارقام ونحطو كيما هكا قديم ثاني تاع لي زاني جو كرو كيما 40 اتري كوم سا، فيرسيون ريديتي فيرسيون ان بو نوميريك. دونك نحب نقول لك جيت نحب روح قديم نتفرج فيه. جيم بيان ميلونج اونتر لي دو، ميم في لبسي عندي موديل تاع روبيت اللي كانوا يلبسوهم في لي زاني 60 70، مي اون فيرسيون ان بو مودرن. حنا دوكا في هذا الوقت انا نشوفوا انه بزاف هذوك يعني الوقت تاع الستينات سبعينات عاودت ولات في كلش، عاودوا ولاو في ستيل تاع الدار نشوفوا بزاف. انا اللي جايه ليك انت، انا خليتك انت يا ماما جاي ماما ما سقساتنيش خليتك احتياط رشيد ماما ما سقساتنيش معليش انا نتنازل. لا يا روحي لا رشيد يا معليش. لا لا قبل ما اعمل لا لا معليش هذه تاع الاخر. انا فرونشمون ما عنديش، انا ما عنديش سكي هضرت باش تقول ما عنديش واش نقول. لا بنجبد واحد اخرى. انا عندي ما ما الي كوليكسيونيز بصح ماشي بار باسيون كاكا تبغي لا كوليكسيون. هي مسكينه دو ناتور اش عندها صوالح قدم تاع بكري وراه تخربي لها فيهم. اه وي ما يحبوش كيما كانت سي دي كونسيرفاتور. وسلم عليها بارلامون كازون حيوا احنا ثاني كذلك. احنا لي زالجيريا انا جو تروفا باسكو شويه داير، حنا كاع عندنا حاجه قديمه شادينها كاع. حنا عندنا لو سيرفو تاعنا قديم، حنا وني اونتيكال في السيرفو، مازال عندنا عقليه تاع بكري. عليكم حافظين شوفي جميله قالت حنا مجرمين في حق الذاكره. رشيد جاتو على 16 كي قال جميله هكذا، دونك قال حنا قدم في السيرفو تاعنا اونوري ايمين ونكونوا قدم صح ونحافظوا على الاشياء هذه العتيقه، ما نقولش القديمه نقول العتيقه يعني اللي كل ما تقدم الزمن كل ما زادت. اي سا ديبون كومون لي كونسيرفي خطات تولي خرده زعما صراحه. حنا المشكل ما نعرفوش نحافظوا عليهم، اي سون با بيان كونسيرفي. لا كاين ناس هنا في الجزائر تدخل لدارو مثلا يعني وكانك في رحله في التاريخ. صح بيان سور. انا من الناس اللي نحب هذه الاشياء القديمه ويعني نحب نجمعها. انا مازالوا المهرج تاعي ندير فيها لانها تبقى. وفي رمضان ندرس فيه يا اخي، كاين لي روبو كاين كلش تاوي، اقسم بالله غندرس فيه. باسكو بنت واحد المهرج بحدها عتيقه ورا السيما اللي تحت القبه ندرس فيه. صح صح البنه تاعكي تهرسي بالمهرج خير من اللي ترحيه. اه وي ولا غندرسها. وكاين رشيد كاين اللي صنعته تلقاه تسمى اطار لبس به تسمى عايش الحمد لله.
ما يطلقش الخردة يعني واو. يروح لي مارشي هكذا ويقصد الخردة احنا الآن لحقنا لفقرة رشيد وفقرة كلمة وحكمة لكن بعد الجنجل. عودنا ولينا لك رشيد بكلمة وحكمة واليوم وش وجدتنا؟ لا يا محمد يخامي يجيب لها لي دوكيومون دواصة وعرين لا والله ما دواصة والو. هذه بغي نوريها كاميرا، هذه بغيت ان هذه لافوتو باسكو هذه لافوتو وريتها لمحمد خويا، وريتها صافي با لونطون، وريتها للحكم الذكار، قلت لهم اسكو تعرفوا وهرن؟ قالوا لي نعرفوا وهرن. اسكو رحتوا لها؟ قالوا لك رحنا لها. قلت لهم ماذا بيا تقولوا لي في وهرن؟ وهذه باينه هايلة، سمحي لي جميله مسخسني ترى انا هايلة سانتا كروز. شوف سانتا كروز هالك نخلوا كل شيء. هذه سي با اورون، هذه سي اليكانتي، هذه اليكونت اللي ها ما عرفتهاش. اه وي، وبزاف ما موهرن يسكنوا في وهرن كريم لا فوتو هذه يحسبوها باللي وهرن، الوغ كو هذه سي اليكونت. انا حنطفي فرقه سانتا كروز عليها دونك تسمي. انا انا خيرت لكم هذا المقطع باسكو صافي لونطون رانا مريحين. انا قلت والله العظيم راه الكونفينمون الحدود كاع مبلعين، راه معنا لي جون هنا وكذا، وراه معنا عتيقه اختي وشفيقه راكم كاع هنايا. انا قلت والله نديكم معايا جوله نروحوا لاسبانيا نضربوا تحويسه. دوك تعرفوا علاش جبت لكم على اليكونت؟ هذه اليكونت هذه سي اون تري تري بيل فيل، هي معشوقه الجزائريين كاع يبغوا يروحوا لها، كاع انفستيو تماكنا وكاع شراو. جايه في لو سو تاع اسبانيا، جايه في كوستا بلانكا، جاي في كوستا بلانكا، هي جاي ما بين فالونس مورسيا ومالاغا. لا كوستا بلانكا فيها دي لوكاليتي شابين، فيها سانتا بولا، فيها سان خوان، فيها البير، التيا، فيها فيا خيوسا، لا كالا دي فينيسترا، ولا فاميز بينيدورم. سان خوان حداهم كاين واحد بتي فيلاج سموه سيدي خوان، غادي نقول لكم على حكيت لكم على هادي. بون Alicante, c'est la seule ville li cheftou mana fi l'Europe li fihom les plaques de signalisation mektoubin bel arabia. Mektoubin bel arabia. Ki tkoun fi un grand boulevard and wi kayen el puerto, wi kayen el port, katbin dayrin plaka bel arabia fi sa katbin mina. Chtihom chara? Alhamdoulillah. Ki noslo عند الباب تاع البور، غادي هنا اللي غادي تجيك بيزار، نلقوا نوتر بلاك مكتوبه بالعربيه، الباب راه هنا في البولفار، الباب هنا، كاين بلاكا دايرين فليتشا هاك اون فاس الباب تاع البور، كاتبين الجزائر بالعربيه الجزائر. من بعد لو كنت تبغي تعرف علاش سقسيني، نزيد نكمل. راني بغيت. في 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 اسبانيا على بال كاين لي سوبر مارشي، كاين سي دي شان، ستادير تلقى بريكا ولا ميركادونا، سي دي شان تلقاهم بارتو، تلقاهم في برشلون في مدريد ان بو بارتو. برشلون فيها اكثر من 1 مليون 300 دابيدون، مدريد فيها اكثر من 3 مليون، اليكونت فيها غير 350,000 ميم با. لو بلو بو سي كو في اليكونت ميركادونا هاد لي سوبر مارشي الشيفر دافير تاعهم طالع اكثر من تاع برشلونه الجزائريين بزاف اكثر من تاع مدريد. علاش؟ باسكو لي زالجيريان اللي يجوا والبزناسا يشرو بزاف. اسبانيا دخلوا في لو توريزم ميديكال، على بالكم كاين لو توريزم ريليجيو، كاين لو توريزم هيستوريك كيما مصر، ريليجيو كيما مدينه النجف عند الشيعه ولا عند في ولا في روم ولا في 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 مكه، هما كرياو لو توريزم ريليجيو. عندهم تري غروند كلينيك دوفتالمولوجي جايه في برشلون، هما يعرفوا بلي لي زالجيريان يجوا بصح يعرفون بلي ما يبغوش يطلعوا برشلون باسكو سي شير وما يعرفوش دي فوا الهضره. شي دايرين في اليكونت داروا لهم انكس سموه فيسوم باش باش داووا على عينيكم، ستادير الناس اللي تعرف كي تخدم بلادها. انا غير هذا الكوتي هذا ديروه كوتي دو كوتي. انا حكيت لكم على اليكونت سبانيوليه، دوك غادي نحكي لكم على اليكونت واحده اخرى. اليكونت اللي باين نحكي لكم عليها باين بوزي اون كيستيون بوزيها، قال اليكونت علاه سموها اليكونت؟ علاه سموها اليكونت؟
قوة تاع الناس ما يعرفوش على اليكونت سموها اليكونت، واللي يدعاو باللي يعرفوا اكثر من 95% يقول لك سافيان دو الي شونت، علي يغني. انا في اسبانيا سخت وحدين نعرفهم كاين اسبانيول وكاين دي زالجيريان، تقول له اودي انا على بالي باللي سي با سي با الي كونت سي با الي شونت، ويقول لك لا سي الي شونت دوتون بلوس كو لو فيرب شونتي اون اسبانيول سي كانتار ستادير ساكول، الي كانتي ساكول بلي يغني. كي تقول لك على بنتكم بلي يغني يقول لك بكري في الاندلس مي كانوا المسلمين هنا عندهم واحد القلعه اللي تشبه لسانتا كروز اللي ولدتها لك جايه في قلب اليكونت سموها سانتا باربارا، هذا سي تان فور بناوه المسلمين تاعنا اللي كانوا في الاندلس ومازال راه باقي للان. الوغ يقول هما بالنسبه لهم الي سي المسلم كيما في فرنسا مي كانوا هنا كاع المراه يعيطوا لها فاطمه سي كوم سا، يقول لك هذا علي مي كان يغني من هذه سانتا باربارا حسبوه راه يغني عليه يقول لك الي شونت بسبانيوليا الي كانتي، هو كان يأذن وهو كان يأذن بصح هذه الي شونت ما عندهاش اي علاقه، ويغنوني الناس بزاف ما عندهاش اي علاقه مع الاسم تاع الي كونت. اسبانيا دخلها طارق بن زياد سنه 711 ميلاديه الموافق ل 92 هجريه، قعدوا تمشاو استادير فتحوا شبه جزيره ايبيريا اللي فيها الاسباني وفيها البرتغال حلوهم، والبرتغال واسبانيول في هذه الشبه جزيره ايبيريا يافي بليزيير ديالكت، يافي الفالنسيانو يافي يافي الكاتالوني يافي بليزيير لونغ يافي الكاستيانو يافي الاسبانيول اللي يهضروا اوفيسيال ويافي البورتوغي يافي بزاف تاع اللهجات. المسلمين من دخلوا اي بار لا ميم اوكازيون طارق بن زياد سولون بن خلدون سي اللي طالجيريان هو امازيغي من واحد المنطقه مجيت عين تموشنت عندو كاين لو طومبو تاع لو روا سيفاكس يعيطوا لها والهاصا ونتحي كاع جماعه تاع والهاصا معروفه والهاصا. ابن خلدون يقول لك طارق بن زياد اللي دو هو الهاصا استادير من لا ريجون من الجيري باسكو في المغرب يقولوا طارق بن زياد مغربي احنا نتبعوا ابن خلدون. بون هما كي دخلوا في سنه 718 استادير 7 ابري اللي فتحوا اللي دخلوا اسبانيا ما فتحوش اليكونت يافي با داليكونت هاد لا فيل يافي با كانت كاينه وقت الرومان في 200 ans avant Jésus-Christ من بعد الايتي ديزرت وكانت اون روين سافدير كو المسلمين كي دخلوا اسبانيا هما اللي اسوا هما اللي اسوا اليكونت واسوها واسوها في لا فيخا كويداد لا فيخا كويداد سافدير لونسيان فيل لا فيل اونسيان القديمه اسوها كي سموها بس سموها اليكونت هما اللي سموها بصح علاش باسكو كي تشوف الموقع تاعها هي الفي كوان جايه هاك شوف البحر على كوستا بلانكا تجي هاك الفي كوان الفي كوان لو كوان اون بورتوغي سي الكانتو 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 هو اون بورتوغي هو لو كوان هما سموها بهذا الكانتو لو كوان عليها تسمعوا في الجيري كاع لو كوان استادير الزاويه تعيطوا لها توما الشوكه في وهران يقول لك القنت هذه بغيتكم باش تعرفوا باللي فوهرن من يقولوا القنت سي الاندلسيين اللي جاوا الوهرن جابوا هذه الكلمه ولي كاتالوني اللي جاوا الوهرن من اسبانيا استعمرتنا جبت لك دليل وهنا نسلم على ولدنا سليم سليم الباتشينو تاع نياغارا راه عايش في بينيدورم باش تشوف باللي اونتر لو كاتالون بون لو كاتالوني سي اون لونغ راهي دروك اوفيسيال في اسبانيا كيما حنا عندنا العربيه وعندنا الامازيغيه وما عندهم الاسبانيول وعندهم الكاتالوني واحترفوا بها داروها رسميه في 1990 صحيح لنا الكوان كونت بصح هو الي لا دوك تفهمي الي رانا رايحين لها رانا رايحين داكوغ باردون باش تعرفوا لا رياليتي باش تعرفوا باللي هذه حاجه احنا اللي سميناها هذه بلاكا سماها صورها لكم سليم تاع نياغارا عايش في بينيدورم صورها قلت له غادي باش نوريها لهم صورها وارسلها لي وانا امبريميتها هذه في لوطوروت رايح من الشي من الشي ورايح بينيدورم تفوت على الي كونت كاين بلاكا هنا الي كانتي بالسبانيوليه الا يتبان لك نهودها والفوق الا كانت القنت باش تعرف باللي الي كونت سي با الي شونت سي العرب اللي اسوها وهما اللي سموها الي كانتي واه محمد خويا نعرفك باللي ما تامن والو هاك خويا قرا ورانا خميري لا تقول وين رانا عتيقه خميري والله رشيد زكي هذه فواروسي فواروسي عليا باللي سي القنت
جينا مع غير خرجوك ويطار اوروبا اني شايف جينا زادت 70 زادت 80 رشيد انا امنت نديرو فاصل ونوليو ما فيهاش مشكل هكذا هيا فاصل ونوليو وي كانك عوام ساعد في الموجة في البحر ساعد في الزمان والعام فيه 12 شهر ليلى كانك عوام ساعد في الموجة في البحر ساعد في الزمان والعام فيه 12 شهر شي ظاهر يا إنسان لا يفريها غير الصبر شي ظاهر يا إنسان ما يفريها
يعطيك صحة سي فتحاني محمد أعراب ما شاء الله والله يعطيهم صحة تاني تفرقة زهوة اللي رفعوه وأبدعوه فنان سيدي بروفيسيونال هادوما صح 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 يعني وحطيناهم إن شاء الله والله ما شاء الله يعطيكم صحة ومرحبا بك معنا فتحاني محمد نقول صحة فطوركم وصحة رمضانكم الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك المدرسة كونسرفاتوار دولجي مدرسة العنقاوية إيه قر يا أخويا قلنا قلنا أخو مدرسة العنقاوية بصح خدمت دخلاب واش خدم شيخنا دحمة الحراشي أنا صراحة نحب الفن الجزائري كامل صح عندك عنده ميول الشعب عنده يتحيز يتحيز تفرح باسكو تحس بلي كاين لا رولاف لا رولاف صح أخويا العزيز دحمة الحراشي اللي يبقى ستادير إترنال يعني اونيك دون سون جور سي ليجوند شاوي رسخ الشعبي وي وي هو شاوي الحراشي شاوي شاوي لا لا قبيلي زايد في بلاد الشاوية قبيلي هو قبيلي زايد في شاوي وزايد في بلاد الشاوية زايد بلاد الشاوية من أب أم رحمه الله تعالى نعم الحراشي اللي خلى ما قصائد يعني وأغاني بقات إترنال يعني بقات راسخة بزاف ناس يسمعوهم حتى ليومنا هذا يعني ليومنا هذا ما زالوا يمشي و... بزاف يعني مد بزاف للفنان الغنى تاع الحراشي قاع معون قاع واش صاري رانا نحق لانيه دوقة صح صح ومحمد لو كونسيرفاتوار دالجي هذا اللي وين يعني أنا بديت صغير والله جادو دو زون بديت تما شحال 12 سنه دو زون اي بارك الله يسلمك بديت صغير وتما اللي تعلمنا الاله وتعلمنا قريت عند شيخ ناصر مقداد حيوه بالمناسبه شيخ تعرف شكون قرا في الكونسيرفاتوار دالجي يعني الاولين اللي بعد الاستقلال مباشره كان العنقه الله يرحمه العنقه شيخ محمد العنقه بيان سور وجاو قراو بزاف يعني ناس عمالقة الفن في هذا الكونسيرفاتوار هذا والآن محمد كنا يعني في تقديرك شباب هذا يهتم بلي كونسيرفاتوار يروح للكونسيرفاتوار ولا ما يروحش يعني ولا غير
كاين شباب بزاف كونسرفاتوار والله الناس تهتم بهذا الشيء بزاف والله يعني كل عام كي نروحوا نسجلوا هكذا نلقاو شباب بكثره يجي للكونسرفاتوار. شحال تقراو من سنه؟ وانا قريت 12 سنه الله يبارك. قريت 12 سنه تحصلت على تما الدبلوم بريمي بيري ديالي قريت 12 سنه بديت صغير. واسمح لي محمد كاين ناس بزاف في الجزائر ماهيش عارف دوك هذه رشيديله ولا جميله ولا عتيقه ولا شهره ولا هدى ولا حتى الجمهور ولا حتى الفنانين تاعنا اللي راهم يشوشوا من الهيت ما احنا رانا نقصروا ما راهم يديروا في التشويش صديق كاين بزاف ناس اللي ما يعرفوش كيفاش يوصلوا للكونسيرفاتوار هذايا ما على بالهمش هل يقراو بدراهم ولا يقراو باطل وقتاش تسجيلات وقتاش كذا شغل ستاميت شغل الكونسيرفاتوار هذا ستاميت باب مغلوقه قيشي فيرمي كلش مغلوق ما نعرفوش هل هذا صحيح ولا كاين نقص شويه في الاعلام في التواصل رشيد واش راني نقول نيشان اونفان قالني اونفان قلت بون كيستيون ما كانش اللي يخبرك باللي كاين تفضل محمد صح عندك الحق وشنو انسان يعني كيكون يحب يمارس يعني فن من الفنون كيما المسرح ولا الموسيقى ولا بس كونسرفاتوار دالجي حنا اللي كنا نقرا فيه كان فيه المسرح كان فيه كانت فيها الموسيقى الاندلسيه كان الشعبي اي كومون سا سباس دير تمشي اسكي دي فري انسكريبسيون اسكي ان دوسي يقبلوك سولو ان دوسي يديروا لك ان تيست ما يديروا لكش ان تيست نو ما كانش ان تيست ولا يدخلوا دي جون يتعلموا مام بينهم ناس كبار كانوا يدخلوا يتعلموا معنا ويقبلوهم مام مهدي طاماش اللي قريتهم جو كخوا مهدي طاماش دي فري انسكريبسيون شحال ومحمد حنا سقسيناك على هذا السؤال هذايا لانه كاين بزاف ناس ما يعرفوش كيفاش يوصلوا لهذا المقام هذا يا ولا لهذا المكان هذا وراح نسقسيك سؤال هكذا شويه خاص انا يعني نقدر نجاوبك على انا نفسي انا كيفاش حتى وين لحقت سامحني محمد انت باباك ولا يماك ولا اخوك ولا اختك ولا فنانين ولا انا بون كنت صغير انا زدت في عائله فنيه ولا انا بون في الدار انايا كانت عندنا قيطاره ايوا في صغري انا نحكمها توجور هكذا نلعب بها نقصر من بعد انا تما الاب ديالي هو اللي بروبوزها لي قال لي اسك تحب تعلم الموسيقى قلت له ايه ماذا بيا هو اللي داني المدرسه علاش سقسيتك هذا السؤال هذا محمد لانه في يعني متلاقينا بزاف فنانين ولا يقول لك انا بابا كذا الام تاعي كذا ما يقدر يكون لا الام تاعو لا الاب تاعو فنان ولا ويتوجه يروح للفن وبلا ما نقول لك بانه جميله الوقت اللي رانا فيه يعني ماشي الوقت اللي رانا فيه نقول السنوات اللي مضات كانت الناس تدير في بالها بانه واحد اللي يقرا في كونسيرفاتوار ولا يدير مثلا في الجامعه موسيقى ولا حاجه ما يقول كذا ما ياكلش بها الخبز ضيع وقت عليها عليها ماذا بيا نبوزي لك كاستيون وصح ما ياكلش بها الخبز صح با فورسيمون با فورسيمون عليها بيا نبوزي لخويا اون كاستيون انا لو ما كي تقدر واك عندك اون تري بيل فوا عندك تري بيل فوا بغيت تسقسيك لو كان ما كانتش عندك هاد لا بيل فوا اسكو تدخل اسكو دخلت المعهد على جال باش تعلم الموسيقى وتبغي الفن ولا سي باسكو عندك اون بيل فوا وبغيت تعاون روحك انا ولا غير دخلت باش نتعلم الاله تري بيان والشيخ ديالي هو اللي كان يقول لي غني يعني انا ما ماشي زعما زدت عندي ما اكتشفتش ولا ما تعلمت خدمت عليها هذه يعطيك الصحه معليش دوك تيك انعمه الان نروحوا للفقره الثانيه وهي فقره نوستالجيا نروحوا نشوفوا هذا الفيديو نعاودوا نوليو هادو قليل واش يقول هادو قليل قليل على الاقل انتي سقيرات انا كثرهم سقيرين قلني انا 90 كيلو شحم ولحم في 2 كيلو بطاطا عتيقه لما تشوفي انت هذا الفيديو سنوات ما يعني احنا شفناك مع عمالقه مع ورديه مع عثمان عريوات يعني كيفاش كان العمل ديالك معهم شيق عمل شيق اول مره تكون صما في بليزير انا كنت فكر صغري كيفاش كنت ندردك كيفاش كنت نطرح واليوم يعني باش تشوفي العبد كيفاش يكون وين يولي
كيفاش كان العمل تاعك؟ مازال كان لديدانك اكيد مازال تاعك خلاص. لا لا مازال كان لديدانك. لا لا جامي ما تقوليش على روحك هكا كي ما شاء الله كي مادام جمهورك موجود عندك. شوفي كي تشوفي روحك في المرايا ما شاء الله ومازالك تهدري يعني المرض كامل اللي يجينا عتيقه على كل حال لانه نقولوا احنا الحمد لله بالله كي تهدري وراكي شابه ما شاء الله هذاك هو صح بيان سور وعثمان علي وات والله غير يعيط لي هاد اليامات كي مرضت هكا يعيط يسقسي عليا واش تقولي له منا لعثمان علي وات تخا تمن علي وات بابا نموت عليه كل يوم نهضروا في التليفون انا وياه بصح واش تقولي له نقول له نحييك الشيخ باسكو نصقيلو الشيخ وهو كيفاش يعيط لك؟ يعيط لي عتيقه لا يعيط لي البركه البركه والله غير البركه ويسمع فيا كي راه واش راكي البركه والله غير البركه كيفاش او يسمع فيا والله Comment tu as été castée dans les deux grands films c'était, voilà, de, c'était de réussite, dans les deux films Parce que j'ai lu le film, j'ai lu le film, j'ai lu le Mustafa Katib. En 1985, j'ai lu le film Mustafa Katib. Et j'ai vu le Saïd, Allah yirahmo, Saïd Zaitouch, assistant réalisateur de la télévision, et j'ai vu le film, j'ai vu le film, j'ai vu وي بصح ما شوفي نجاوبك في مضربها عتيقة نظرة عين من بعيد عتيقة عندها شخصية وعندها حضور باش كي هي تثبت روحها ثبتت روحها وبالتالي توقف لك مع ريوات توقف مع جميل عرس توقف مع فريده صابونجي ربي شافيها كي تسقسيها ما تحسش الفرق هي لان هي كاينه وحنا اسره فعلا اسره كي نقول لك اسره قالت لك بابا الى اخره ما كاش عندنا هذا نحوزوه بجهه ولا عندما كان عندما كان وتضرب على قرادها وتخدم تخدم فهما عندها تحب العمل ديالها ايوا عندها شخصيه تحب العمل ديالها لازم لان نحب نفرض روحي اكيد شوفي الحاله هكا انا عيانه وكاع ورمضان هذا على بالك تقصت هذا باسكو بالبلاطو وكاع على بالك نشوف في الفيسبوك نقول يا يما كواخر راني معاهم في البلاطو يا يما كواخر على بالك نتشوق مازال ليا مازال ليا صداهم ولا لونتوراج تاع تاع الجو العائلي تاع الاسره الفنيه باسكو انا توجور نقول سي ما دوزيام فامي سي ما دوزيام فامي نزيدو نشوفو فيديو واحد اخر ونوليو لا كونطابيليتي نتعلم لي زيكزيرسيس تعلمي كلش هنا داك تعلمي 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 الله يسديك يا بنتي لازم خالتي لازم الثقافه هنايا على بالك تتعلمي كلش تتقفي اللي يكون برهوش يتقف انا نجي نستحمى وهو يكوت لا ميوزيك الويك ميوزيك وي يسمع الموسيقى il voit dans le balcon les oiseaux Dans mais le balcon. Il écoute les oiseaux sur le balcon. Oui, pour calmer les nerfs. Là, sur le balcon, écoute les oiseaux. Il y a un vertige sur la vie. Non, monsieur, pour calmer les nerfs. Là, mais je t'en prie. Je يعني عتيقة تلقائية تلقائية جامي خفت كاميرا كاشي كما هذه على بالي عليها كيفاش واعرة واعرة بزاف واعرة كنت راقدة في الضربة هذه ما نقدرش ننساها اليوم الدين على بالك واحد 3 موانا بالخلعة على بالك شغل ما أمتش باللي كي رحت للدار كنت واقيلا صح دوك يجوا يدوني واقيلا صح شي حق عليهم ولا ما حق عليهم على بالك هذه كاميرا كاشي زعفت زعفت بالك كي هنا معنا لا 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 زعفت بزاف عليهم هذه باسكو خلعوني تاني زدنا شفناك في الفيديو الاخرين مع بيونا يعني بيونا تاني تمن بيونا كبرنا كيف انا تما تربيت على يدها على يد عثمان على يد جميله تربيت معاهم انا دايوغ جميله شحال عندنا من تعرفوا 36 سنه بنتها كانت وقيله كنا مع العائله نتلاقاو وتيتر في ولادي 36 سنه نعرف جميله تاني زدنا شفناك مع الخضر بوخرس شفناك مع نوال زعتر ايضا سي ما دوزيام فامي وانا مدابيا ان شاء الله من هذا المنبر مدابيا نزيد نخدم باسكو انا نقول لهم سي ميسبواغ سي ميسبواغ سي لو ترافاي وي باش تبراي وباش ترجع لك يرجع لك المورال لازم المورال لازم نخدم مدابيا المنتجين ان شاء الله ما يسمعوا فيا مدابيا نخدم ان شاء الله نعاود يعني تعاود ترجع لك نفسيه في الحياه لانه العمل تاعك انت تحبيه نحبه قلبه شحال راكي في هذه الساعه راكي في خاجل على بالي يخافوا يوظفوك يخافوا عليك عندي دوكا جي جور من ناحيه البلاط
روحي بشويه جي جون من ناحيه البلاط روحي بشويه هذه هي يعني. ولا عتيقه اسم الانسان ولن يرتاح يرتاح ومن بعد يفتح لا لا نقول لك حنا حنايا البروبليم تاعنا حنا كي يشوفوا واحد مريض ولا ينساوه كاع نو عتيقه ما تقوليش هكذا عتيقه والله ماشي مرض ونساوهم هذه سنه الحياه لا بصح اسمحي لي جميل انا شفت مثلا فيسبوك الجزائريين كلهم ضامنوا معها لا لا الحمد لله ماشي على لا تهضر على يعني عتيقه احنا ما نسيناكش الله يسلمك لونتوراج وانا بالك يجوا يعيطوا لي يقولوا هاي مريضه هاي مريضه بلا ما نعيطولهاش علاش عندي كاع لي مويان باش نقدر نخدم لو كان ما نقدرش ما نجيش هنا ليميسون على بالك الفنان ما يكون واحد اللي يحب في كل وضعيات حبيتي تقولي في كل وضعيات يقدر يخدم الفنان علاش حسن اللي الله يرحمه اخر لحظه في الفراش ويخدم اخر لحظه كمل التورناج والجينيريك طلع هذا هو الارتيست الله يرحمه عتيقه سمحيني بصح سوز هاد كيريور اللي يهضر مع اختي ميزا بار الفن ابار الفن اسكو عندك مدخول الحمد لله الحمد لله الحمد لله باسكو سي سيتي الكونترير هذا بيان دير نداء المخرجين ستار كيما شفيقه عتيقه فهاد لو مومون اون برينسيپ يعاونوها يعطوها ان طراباي هي شوفي حاجه وحده انا نطلب من الزملاء كيكونوا في التورناج يجيو يديوك تحضري برك هي القعده تاعك تحضري للجو لا لا تحضر ما تخدمش تحضر لا لا نحب نخدم نحب نخدم ما تكفريش عتيقه لا لا نحب مازالك مريضه مازالك مريضه لا لا ان شاء الله ان شاء الله كي تكون منها للفوق كي تبري اكيد كي تبري تخدمي كي نبرا ان شاء الله ان شاء الله كي نبرا ان شاء الله ان شاء الله يعني عتيقه تحسي روحك تحقرتي ولا بزاف الوضعيه هذه الاخيره هذه تحقرت بزاف كيفاه تحقرت من عند الوزاره تحقرت بزاف تحقرت كيفاش كانت هاد الحقره يعني ما واحد ما حوس عليا ضربت 5 شهور في في في, في الفراش واحد ما حوس عليا وزاره الثقافه ما حوسوش عليا والو وماشي غير انت عيب ماشي غير انت والو والله لا عيب والو ما با تليفون عيب واخا جا التليفون بك معليش يعني يفترض انه وزاره الثقافه على الاقل اوي ما رانيش انا بديت البارح ولا واه حسره ماشي بديت البارح انا باش يديروني اليكار صار ما فريمون توشي سيت فواسي رغم انك كنت في عيون الجزائريين كبيره يعني ما عندها جماهيريه يعني شوفير نحاولوني شوفير من الحقنا شوفير قال لك ما ندولهاش شوفير اللي يطلعها ويحبطها وانا نسكن كاتخيام ايطاج هذا يقول لك وين راهي ما عندناش ما انا جامي هضرت سي لا بروميير فوا لي سي ان دغوا سي مون دغوا راكي تهضري على روحك على بزاف من الفنانين عاد زعما فريمون توشي شي فنانه ومديتي للجزائر ومديتي الفن الجزائري ومديتي للشعب الجزائري ومن حقك انك يكون عندك هذه الحقوق وتتكرمي وان شاء الله يجي نهار وين تتكرمي نقول لك كاين حقوق دايرين فراق انا يعني بديت نشوف انا كاين فراق كاين يروحوا ليهم كاين يحبسوا عليهم كاين وكاين مساك اللي ما يخزروش كاع فيهم كل اللي ما كاش مع اللي واقف مالوغوزمون انا تقصت هاد الويامات الاخرين تقصت بزاف حاجه اللي غاتني ما عيطوليش ما بوس سقساو عليا ماشي باش انا ما نسحقش يمدوا لي الحمد لله بصح يسقسوا شوفير ينحوا لي وين جات هاديه ماشي ديني لا ريجيكاسيون يقول لك ما نبعتولكش لاجو اللي طلعك ويحبطك وين جا وين على بالكم راني مريضه انا حنحوس كيفاش طلعي وحدك حق حق على الاسف على الاسف إيه شيء مؤسف صحيح هو أنه أنا كي نقول ما كاش فن في البلاد يعني ما كاش سياسيا يعني القرارات الحاسمة ما كاش لا وجود لها لأنه باش تغير وضع الفنان إحنا رانا واعيين كل الوعي أنه درنا عدة محاولات أنه لابد من قرار سياسي من أعلى الهرم اسم الفنان عنده ان ستاتيو خاص ما عندوش يعني. الفنان في الجزائر شوف انا كان عندي كان لازم يكون عنده يعني كان عندي 18 سنه في عمري كي قلت لهم لاحظت انه الفن في الجزائر الفنان وضعيه المراه في العصر الجاهلي يدفنوها وهي جميله يحددوا لهاش موقف انسان ولا حيوان احنا رانا في نفس الوضعيه لم يحدد لنا موقف جميله اسكو زافي اون روتريت اسكو زافي شوفي اللي خدموا مثلا اللي كانوا تابعين الفرق في المسرح او الاذاعه او التلفزيون عندهم لا روتريت
الفنان اللي فنان بمعنى الكلمه يقدر يكون كيما خويا هكا وما عندوش عمل جانبي تلقاه هذا كينضر بزاف، ما عنده حتى حقوق، ما عنده لا التامين ولا مرتب يتلقاه على الاقل يضمن له شهريا حاجه يضمن له عزه النفس يضمنها له ما كاش. واللي تحس في نفسي واللي ضرني بزاف هذه جات فرصه باش نقولها، عامه الناس جاهلين امور او يتعمدوا يجهلوها. مثلا يحطوا صورتي ولا صوره اي واحد اي فنان ويقول لك كلاو، كل ما يشمروا يزعفوا يقول لك كلاو البلاد وداو الملاير. ما كاش فنان ادى الملاير، ما كاش يكذب عليك يقول لك انا نعرف فنانين مات ب 20000 في جيبه مسلفها، راهم يطلبوا مساكن، راهم يطلبوا. انا سمحوا لي، معروف كان يكتب وكان ممثل كبير، مشى سلف على زميل 20000، مع الاسف هبط لابوست حبس قلبه مات ب 20000 في جيبه. هذه امور يعني مش الفنان ما يشكيش، الفنان ما يبكيش، جامي نشكو. وي اكيد اكيد، انا ما شكيتش انايا تما ولات هضره نطلب من هذا المنبر مادام حسبونيش مابا تليفون من حقك. معليش عيطوا عتيقك اش متخصي هكا ولا راكي شويه ولا ما نصحكش انا. عتيقه راهي عندك مكالمه، دقيقه راهي عندها مكالمه. عتيقه دوك تعاوتولي، دوك تعاوتولي، راحت المكالمه دوك تعاوتولينا. كملي عتيقه. إيه قلت لك يعني الفنان في بلادنا وكاين بعض اللي قايمين بهم، كاين بعض اللي كيشوفوا عبد رايح يموت ولا هذا كيقوموا به. وعلاه؟ فاسلو الواحد يجي غادي يموت باش سي غراب. هي دوك فرحانين باش يتهناو منه. سي غراب باسكو دي باسكو يا طاشي تقول لك قلت لك ما سحقتهوش باش يعطوني. ما يعطونيش ان بو دو كونسيديراسيون، ان بو دو كونسيديراسيون. هذا المنبر ما يعطونيش. انا ما نسحقش يمدوني الحمد لله. الحق نحب ماذا بيا يديروا قيمه للفنان. اسمعوا بيا مريضه، لا الحمد لله انا الشعب الجزائري كاع ضامن معايا، انا عندي شعبيه وكاع الحمد لله. بصح باش يديروا فرق واحد يحوسوا عليه واحد، لا هذه ماشي مليحه. ديك صح، انا تانيك حياتي كاع مديتها. انا في عشريه السوداء ما كانش اللي خدم كيما خدمت انايا، هما كاع ما كانوش هادوما. انا نعطيك القلب. نروحوا فاصل ونوليو. هدى نروحوا فاصل ونوليو، لكن قبل الفاصل نودعوا محمد نتمنى لك التوفيق. بالمناسبه شوف جميله قالت لي واحد الكلمه كي كنت تغني، واش قلتي جميله؟ قلت له عنده مستقبل ان شاء الله. لا يبارك اي فنانه قالت لك عندك مستقبل. نتمنى لك التوفيق ليك ولجميع الفنانين هذو الشباب اللي ونقولوا للجزائريين اللي يحب يجي يسجل في كونسيرفاتوار يجي ان شاء الله. يقدر يروح يتعلم الاله كما قلت، يعلموا بزاف ككل قطاعات المعلومه غائبه. اكيد نعم. اكيد اذا يعطيك الصحه اللي زرتنا ومرحبا بك معنا وسهرتنا مازالها متواصله، ولكن نروحوا فاصل ونوليو. عودة لكم مشاهدينا، مازلنا سهرانين في رانا سهرانين مع ضيوفنا اللي شرفونا اليوم، ورانا فرحانين بزاف كي جاو. وعتيقه ايضا الابتسامه ديالك نحبوها ونفرحوا كي نشوفوها بالوجوه تاعكم نيره، ربي يخليك. والان لحقنا الى فقره البلاد فور تالنت، ونستقبلوا كامل تحت تصفيقاتكم الموهبه كوريبا يوسف. تفضل معنا يوسف. يا يوسف غادي لنا الرعب. واش يوسف كنت تسنى فطور ولا ولا؟ مرحبا بك معنا يوسف وصحة فطورك. لكن قبل ما نجيو لك يوسف عندنا برك مكالمة نستقبلوها. الو 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 اهلا، صحة فطورك. الله يسلمك. برك كان على بالي انه المكالمة ليك عتيقة، تكلمي. الو الو عتيقة. وي بصح خير بختة؟ بختة معاك. كي راكي حبيبتي؟ لاباس. واش راكي مع الصحة؟ واش راكي مع رمضان؟ صافا ولا عتيقة صافا. الحمد لله اختي الحمد لله. واش راهو البيت؟ صافا الحمد لله. توحشتك حبيبتي، توحشتك. الله يسلمك. على أنا عم؟ الله يسلمك. ما فهمتش هذا بين مصطفى غير هاك ولا ويشوش. تقول لك أنا فرحانة بزاف. ما أنا ولا غير بختار إن شاء الله نتلاقاو
ان شاء الله يكون عندنا عمل واحد نتلاقاو فيه. احنا رانا روطان في الخدمه على بالي راكم على التورناج مازالكم ان شاء الله بالتوفيق بختها ان شاء الله ان شاء الله. وسلمي لي كاع عليهم على ليكيب. يسلمك اختي خير وعلى خير. يسلمك حنونه وصحه سحورك ورمضان كريم ان شاء الله كل عام وانت بخير. يعني نشكروا بختها رغم انها مع تورناج الى انها ما قدرتش تسمح فيك وعيطت لك. على حبيبتي يا خالي كانوا عندنا اعمال كيف كيف خرجنا لي تورني. علاش قلت قلت لك يعني والدين ماشي واش 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 درنا لي تورني كيف كيف في السنوات السوداء. معليش ربي يدوم ان شاء الله على العشره ونعاود نولي الحمد لله يا ربي صافا في بليزير لي هضرت معاهم. الحمد لله الحمد لله. نولي ليك يوسف اهلا بك معنا. الله يسلمك. وش حوالك لاباس؟ الحمد لله. مع رمضان وصرعك وقيل شويه شويه. المهم اذا وشنو هي الموهبه اللي جيتنا بها اليوم؟ جيت موهبة تاع لاماجي. لاماجي هذه مقسومه على ثلاث اقسام. القسم الاول لاماجي كلاسيك هي لاماجي عامه تاع يوسف. وي رشيد وخبا كاع دراهمو على بالك. خلاص روح كمل. هنا كاين لاماجي كلاسيك وكاين لاماجي كوميدي. نستعملوا لي كوميديان كيما لي كلون و اكسيتيرا و كاين لا ماجي دولور دورور. فوالا لا ماجي دورور سي مون سبيسياليتي. كيفاش هادي فهمني؟ نبداو مع مو رشيد معليش. معليش بيان سير بيان سير بيان سير. اما انا من الميسي لا ماجي تاع الفلوغور باش باش ما بغيت تحرني. فوالا هذا تفصيل. عنده 200,000 يوسف. لا يوسف عنده 200,000 فوالا. باش تكون تستعمل لا ماجي دورور لازم تكون الأقدمية، تكون حاجة قديمة. قد ما تكون حاجة قديمة قد ما تكون تخوف أكثر كما قلت. هو قديم ولا كيف؟ لا لا يعني الصوالح اللي نلعبوا بهم حنا يكونوا قدم أفضل. قد ما تكون الحاجة اللي حتلعب بها قديمة قد ما تكون النتيجة تاعها مبهرة كما نقولوا. أيوه ماشي كما تكون حاجة جديدة ما تخوفش بزاف. صح وشنو هو السر تاع؟ هو السر دونك شنو هو السر؟ السر مثلا هاد أوراق اللعب أقدم أوراق لعب عندي هذه عندها 9 سنين كارطة. وي هذه كارطة عندها 9 سنين نلعبوا مع نفتحوها لعب مع رشيد مع رشيد حاجة تاع النهار وتلقى رشيد. برك باش تدور للكاميرا. أمو رشيد. وي خويا رشيد تبعني مليح. هادو لي كارت هنا واش راح ندير ميلونجيو هاد لي كارت فوالا شوف هاد لي كارت راح تبدلو تقدر تقولي صلوب هنا تقدر تقولي صلوب في هادي تقدر تقولي صلوب في روح منا روح منا باش ديك الكاميرا تحكمك. هاي تحكمك تحكمو هادو. تقدر تحبسني صلوب في هادي تقدر تحبسني صلوب في هادي تقدر تحبسني صلوب في هادي دونك وين راح تقولي صلوب راح نحبس انا نوريك ورقه توريها الكام تخبيها عندك صح واحد من هاد الورقه هاديك انا راح ندور منها باش ما نشوفش الورقه. بون هاد الورقه اللي هي قولي صلوب في اي بلاصه تحبها دوموندي لي ستوب ستوب فوالا ادي الورقه هذيك وخبيها عندك سي بون وريها لك وريها لك خبي درك سي بون خبيها خبيها في التصدار خلاص دوك راح نبدلك حاجه صاي سي بون هكا البريكي وهكا الطبسي صح حرقها ورما تحطو تما سمحت حرقها في الحريق رشيد فوق الطابله مشي فوق الكنابي عشان تحرقنا كاع. اي والله رشيد تحرق جميل يا جماعه اللي يجيب طويل ما لقيتهاش صح روح منا ماشي تم فوق الطابله غادي نحرقها هنا فوالا يحرقها كاع يخلي لك النص رشيد بك تحرقها كامل يعني تحرقها كامل المهم الرماد خلينا الرماد قالك حافظ على الرماد رشيد بالك على يديك حرم على يديك ولا حطها في الطبسي وخليها تحرق خليها تحرق هبك حنا بغا تنحرق تما يشوفيهاش كاع من بعد لما حق جاش على من الجهه الاخرى راجو زدت عليها من الجهه الاخرى اسمع شهرزاد هي سبيسياليتي حريق سبيسياليتي النيران النيران اسمع كيما تحبش الطيب ودي حطها هذه تاع سيدي الحراق يا ملاح والبوراك
بان فاهم دوك ندير في الشوارع رشيد بغيت نجيب سي بون سي بون شفت واحده من بعد ضرب طله ضرب طله رشيد نسحقوا هذا رماد صغير اللي بقى صح نفحه صح بقى منها شويه يقدر يشوف لا رجع شوف روحت الدجاج لا لا ما تبانش تبانش ما تبانش تبانش معليش حتى نص ضحى نخلوه مش راح مش راح ندوروا كامل جهتي لا ما يبانش ما عملتلوش فوالا راح نطلع المونش هذا هنايا ونطلع هذه هنا شوف يدي بعتهم لك وي شوف يدي نافل شويه رماد هذايا وراح حكوا في يدي الخضر بيان سور اي وسخت روحك معليش الورقه تاعك هي 2 كارو هاي ليك 2 مربع والله لي 2 كارو دور الكاميرا سي فري 2 مربع نروحوا صح حرك شويه جميله دوك نلعبوا نشوفوا تعطيني النيميرو دوك هو في الورق يكون النيميرو هذا بيان سور حنا نسحقوا الرقم ما نسحقوش الشكل الرقم ما تحبسيني تقول لي الرقم عادي بون قولي لي ستوب اي بلاصه تحبيها ستوب هنا مثلا دي ورقه هذه شحال الرقم تاعها قولي لي قولي لي ستة رقم صح اعطيني لي كارت هذيك حطوها لداخل هنا وخلو قدامك اعطيني لابواط اختي زيد ونطلب مساعده من اسماعيل اي اسماعيل البلغو لعب الرقم تاعك خيرناه داخل لي كارت هو رقم 6 اعطي احكم لي هذا لابوت اعطيني هذا صندوق هذا راح نشوفوا هذا الصندوق هذا الصندوق كامل على الورقه هذيك اللي خيرتيها انت دوك كنت قادره تخيري اي رقم واحد اخر 5 3 2 اي رقم صح فوالا نشوفوا هذا الصندوق صح ما عندناش نشوفوا احنا يوسف فارغ يعني فارغ يعني شوفوا مام وفي حاجه وفي في قطن هذاك مهمش هاك واحد غير القطن هذا فوالا احكم لي هذا الصندوق هكذا سي راح باش واش درت لها واش درت لها هذا سر تبصم مخبي هنا عزمت عليها ايه هما يعزموا قلت لها بنزين ليسونس هذه لا فلام حطها داخل شوف معايا في الكاميرا لها طلعتها بوبيا بوبيا هذه هاد لا بوبي مينيون اسمها هاد لا بوبي مونيكا وريني شو مونيكا 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 كوزميتها عايشه ولا قدو مونيكا موني موني مونيكا هذه مونيكا حطت فيها ورقه عندي مده واللي هي هاد الورقه سيس اللي خيرتيها وقبلت مرسي دونك نروحو نوتر تور جيلات لا ليلام هادو ليلام خيط فوالا عمو رشيد يعني انسان بدا يخاف هاد الانسان كون عطيك لام نفتحهم باكي من هي اسك عندك الجرأة باش تحطو داخل فمك جامي مثلا هنا بدا اللعب يخشان هاو انا غي تعال هذاك انا نخاف هاد العفايز افتح سي تاع الحديد حديد عيساوة نتايا؟ لو كنت شوف غير عيساوة يديروا لي لامو راه يجوزوا بالما كيما كاش اللبن راك شايف عيساوة اللي كانوا يجوزوا واو عيساوة كاع
كاش نهار تندم على الرازوارات اللي راك دير في فم. هذه هدى تقولها اخو. هاي هدى. يعني رشيد. اصلا نكملوا من بعد. هذا مركوب. كتجبدهم مربوطين. شنو كدير؟ او يربط فيهم فمو ويجبدهم مربوطين. تما خيطتهم في فمك. وي برك. انا نقول كلمه انه هذا العمل اللي راه هو يقوم به يعني يقوم به باحترافيه وعلى باله كيفاش يديروا. يعني نطلب المشاهدين انهم ما كان له يقلدوه لانه هذه كما نقولوا مده تاع تدريب بالك فايتها 800 ولا 900 ساعه مده من تدريب متواصل. هذا كما نقولوا بلا الحروق اللي تعرضت لها. مثلا عندي حرق هنا هاوليك من درجه ثالثه هذا وعندي حرق لداخل ثاني هنا هاوليك من الدرجه الثانيه. احنا كيما نقولوا ما نقدرش نشوف روحي انا والو. لازم تدرب باش تكون اكيد ولا ما كاش. لكن انا نعاود نحط على المشاهد الكريم انهم ما كان له يعاودوا يسيروا وكما يشوفوا فيه ويديروها. اسمحي لي اكيد صح. اكيد يعني كيفاش بديت هذا الامر؟ كيفاش بديت؟ خطير جدا. بديت الامر عن فضول. حاب نلعب معك. مدلك علبه الوان. علبة ألوان هذا اللي قال لك أنا ما كلخت علبة ألوان. أنا لا أتكلخ بس بعلبة ألوان. لا بصح يوسف أعطيهم لي كيما أعطيتهم لمقبيل رشيد. كيما ذاك فيلم تاع واسمو قالوا ديهم مولو الطباخ بلاك يطيحوا فيه العسكر وراك بن صافية هكذا أنت تهضر معاه مقبيل. واسمو هذاك اللي كان يقول له الله يرحمه برحمة الله الله يرحمه دي مولو الطباخ بلاك يطيح فيه العسكر. العربي العربي نعم. اسم انا محمد. محمد انا حندور للشاشه. انا عمه هيدا حنكون عندي نشوف هذه الجهه. تعطيني لون واحد. ها نهبط راسي. تعطيني لون واحد شوفوا. شوف اعطيه لي. شوف الهي شوف الهي وين شوف الهي فوالا هيدا. اعطيني لون واحد في يدي. اي لون اللي يعجبك. اصبر خويا اسلع عيني تشوف. ها دوك تبو دخلوه سيلو. دخل سيلو دخل. هذا اللون حطو داخل تحت لافاس تاعي. نعاود نرجعو دوكا دمت نعاود نرجعو لك. لكن معايا هذا اللون. اتفضل شوفي دي بلي ما فيها والو. خبي شفتو. خبي اللون هذاك عندك. مخبي شوفي يدي هنا. راني نشوف. شوفي يدي مليح. شوفي عيني دوكا. راني نشوف. تخايل مساحه بيضاء فيها اللون اللي يسطع. شوف. سي بون. راني نشوف. اصفر. اصفر كامل. استاذة جميلة. شوفوا اوراق اللاعب. نجيبها كما تظهر. يا خويا روح جيبها. فوالا اقعد يوسف. راك مول الدار. الوان هذو نديهم بصحتك. الله يسلمك. راه شوفوا اوراق اللاعب هذه. اوراق عادية. ماش عادية هذه انت راك مرقيها. خلطنا اوراق اللاعب. خذات قالب بيدك انت. هذه المرة ماضيك انت دخلتي هذه الكارت. فوالا راح يتبدلوا لي كارت كما درنا مع زميلنا. ها مرة يبدلوا لي كارت. دونك راح تحبسيني في اي بلاصه تحبيها. اش قلت قد هي تبدل لي كارت؟ دوك نبدلها هي تعطي لي كارت. قولي لي صافي اي بلاصه تحبيها. طمس هنا ادي الورقه هذه وريها للكاميرا. استنى قبل استنى نقدر نحيها لك. نحيها لي فوالا. راك تتعامل معاهم. انا ما كيعرف لهم بالمس. باللمس يعرف لهم عادي. وريها للكاميرا. وهاكي هاد الباكي حطيها لداخل. خلطي مليح مليح. خلطي مليح كما قال لك. هو حافظهم على بالك. عارف لهم ليه. اكيد تمدلها مثلا المهنه. ماشي خلطي مليح. دسيها مليح. ميلونج بها. هذه جميله كي تروح للدار سير تسيها. رسمي مدام باك. جميله سحاره نعرفها. تفضل جميله. سحرت لك كلها سحاره. شوفي. شو دير فيها التيكيت اللي وراك. باكي كامل. هذا اذا ما لقيتش اوراق الورقه المختاره يعني فوالا انا سي بو قدرت نلقى ورقه. اسمع قولوا لي بالكاميرا شنو هي نسيتها ما خسرتش فيها. المهم الكاميرا شافتها. الكاميرا شافتها. الكاميرا شافتها فوالا.
دونك شوفي معايا القناة، شوفي تبعي مليح فوالا ماشي العشرة. كيفاش ديرت القرقة تاعك؟ والله انت اللي فيك صيبها نصيبها نصيبها بأبسط الأمور. ماذا بينا يعطيك الصحة يوسف امتعتنا وشكرا يوسف جزيلا. يوسف رشيد او داخل على بالك والله نستعرف به سي تاني لا لا يقنع هذه على بالك ليليزيون هذه تاع ليليزيون احنا بكري تاع كي كانوا يعيطوا لها تاع اللي يقول لك دلك طلامص سي 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 صح والله واش طلامص نجاوب بك الاخت كي قالت لك تاع ايساوا كانوا يلعبوا مع الفاعلين هذاك جهه اخرى في العاب خفه مش العاب خفه هذاك سحر وهذه العاب خفه العاب خفه احنا نستعملوا تقنيات كما قلت لك باش انا الورقه تاعك انا نجبرك باش تخيري ورقه ماشي انت خيرتي ورقه مقبل انا اللي خيرت لك الورقه معناتها نخلي كما نقولوا انا على بالي وين يحبس ونحبسوا على جوستوم على بالي واحد تحبسي واحد تقولي ستوب انا على بالي واحد واللي تحبس فيها على بالك بها يعطيك الصحه على بالي تقنيات شابه محافظهم يعطيك الصحه وان شاء الله نشوفوك في مزيد من التألق إلى أنه الآن لحقنا إلى فقرة الحكاية عليك نروح نشوفوها بعد الجنجل. عتيقة كل عام وانت بخير إن شاء الله رمضان كريم ليك ولحبابك والناس اللي راهم معك لكل المشاهدين وللشعب الجزائري كل سنة وانت طيبة إن شاء الله بصحة وعافية وإن شاء الله بالقوة هذه كل إلهام لترجعين للبلاطوات وللتورناج مثل زمان رمضان ريحته في بلاده يعني وإحنا متوحشينكم بزاف إن شاء الله دائما تكونوا بخير ونشوفكم قريبا جدا وليد خالتك عبد الكريم من لندن تحياتي كل سنة وانت طيبة سلام وحشتوا على بالك وقف معها عتيقة انت محظوظة انت محظوظة عندك عبد الكريم وحشتوا على بالك عندي عبو عندك عبد الكريم كامل وتقولي انا ملتهبش بيا عند محظوظة في عبد الكريم لانه انسان فعلا انسان تاع مواقف انسان طيب انا نعرفه انسان هايل واش تقول لهذوك عبد الكريم نقول له صحه رمضانك وكل عام وانت بخير بس كويس كون معايا على بالك في باتشيمه وحده وخويا ماشي وليد خالتي خويا نشو نقول ربي يحفظك بنتا بالزوجة تاعك بوليد وإن شاء الله ربي يحفظ له وليد وإن شاء الله أمين. وربي إن شاء الله مدى بي إن شاء الله يعودي واللي عودة ميمونة إن شاء الله يحنونا إن شاء الله الحدود ويعودي واللي إن شاء الله نقول رمضان كريم ولا سوربريز شحال واعرة والله يعطيكم الصحة والله غير توحشتوا على بالك يعني احنا عتيقة جبناك باش تفرحي ماشي باش تبكي عتيقة احنا فرحنا انه كي جا ويعني بعث لك هذا الفيديو وتفرحي وبلغ لك سلام الحمد لله والحمد لله عندك ناس بزاف اللي يحبوك ومازال احنا نحبوك ومازال عندك العائلة تحبك ما شاء الله الى انه فيها عندنا فيديو واحد اخر نروح نشوفوه ونعاود نولي داكور كي راكم غايا بخير بون نسلم على قناة البلاد وغادي نهضر مع بيتيتا يعني عتيقة وانا نسميتها بيتيتها عتيقة ناس ملاح عتيقة حاجة كما يقول لك حبة قليلة في السوق ربي طال عمرك ان شاء الله وربي يحفظك والله يبعد كاع المر اللي بعد عليك ان شاء الله وغادي نذكرك بواحد لا سوفونير في التورناج تاعنا اللي تردينا في رحبة وها هو نوينا بيتيتا يا بيتيتا انا محبك يا بيتيتا وهذا مكياج لا خير او نسي وانا واي دقي دقي عبد القادر شاو عتيقة عتيقة يا عمري عتيقة عاودي غنيها لنا هادو شكون كتغني يا عمري ربي يفرحو مصطفى ونقولو رمضان كريم كاع الناس وهران و 58 ولاية نقولو رمضان كريم حفظتها 58 حفظتها لا ما على بالي اليوم اللي قلتوها لي معليش واش تقولي لمصطفى نقولو رمضان كريم وهو اللي سماني بيتيتا صح في التورناج تاعو رحنا خدمنا درنا ديك الفيلم هذاك كوميك شغل كوميدي ميوزيكال ابي بري هكذاك لو جون دوكا كنت تغني له عاودي غني لنا واش كنت تغني ايه باسكو انا كان يقول لي نحبك وكان قلت له مصطفى يا مصطفى وانا بحبك يا مصطفى بعد وقع لي بيتيتا يا بيتيتا وانا بحبك يا بيتيتا
رمضان كريم ان شاء الله يا عمري. لكن عتيقة فيها عندك غنية مشهورة. نعم. والأوركستر بيع اللي قبيله ماشي وقتها ماشي وقتها والله وقتها والله ما تكونش فرصة أخرى. ماشي حتكون فرصة أخرى وتفرحها. دبري راسك. ديري شوية مجهود شوية. سكارت وزيت ثقافة والله غير ماشي وقتها. معليش معليش جات مع لا روبريس تاعك. بدلني شوية وبدلي لنا شوية وبدلي على روحك شوية. الله يسلمك تعيش إن شاء الله. غنيها ميكرو هيا ميكرو جيبوا الميكرو جيبوا لنا الميكرو عطيو لها الميكرو يعني ماشي وقتها صح محمد راك حافظ راك حافظ ولي دار معايا واقيل هو ولا راسك الله يرحمه مش فيه جيبوا لها الميكرو جيبوا لنا الميكرو يعطيك الصحة والد هاي فيك لا هو اللي بيع هاي فيك يا والد هاي فيك نعرفها انا لا شونسون ما نعرفهاش يا انا يا انا عتيقة مولة الخالة اما لا نغني معاك يا سيدي انا نغني معاك لا كورال ايه جاوبوك حنا روح يا روح انت تغني حنا انت تزرعي وحنا انت تغني حنا نزرعو فوالا خمسوا معايا خمسوا يعطيكم الصحه ايضا جميله يا الصحه بالين بالشونسون يا الله زهيتينا يا جماعه لا غير زهيتينا يعني وانت يعني احنا درناها بالعاني باش نزهي وانت زهيتينا الله يسلمك قالت لك مريضه لو كان ماشي مريضه واش ديري فينا يا طفله بلا غير واش تحبي لينا تقول هكذا الله يبارك جميله قدرت كنا نمشيو بهذا الشونسون صح صح جديتي مهنه المهنه تقول هكذا واش كنا نهضروا من قبيله حسن الحساني يعطيك الصحة عتيقة وانتعتينا وفرحتينا ثم تلك نشكركم على الدعوة
يعطيك الصحة عتيقة. زهيتينا عتيقة. زهيتينا عتيقة، يعني رغم أنها مريضة بصح الحمد لله الابتسامة دائما في وجهك، وإن شاء الله تضحك لك الدنيا وتقعد الدنيا دائما ضحكت لك. شو لهم قولوا ادعوا لي بك ربي يشفيني. آمين. إن شاء الله إن شاء الله ابتسامة دائما إن شاء الله إن شاء الله يا رب. عتيقة كلمة أخيرة ليك. نقول لك نشكرك اختي هدى، نشكر خويا سلطاني جميله صا ما في بليزير، عندي بزاف ما تلاقيتهاش اختي، لقينا اليوم والله صا ما في بليزير فرحت. خويا العزيز اللي جانا من وهران رشيد خويا العزيز، بلا ما ننسى تباخه الماهره شهرزاد، غادي نسلك في رمضان ان شاء الله. قلت لها نجيب لك البوراك. خويا العزيز لي جينيراسيون اللي راهي طالعه ثاني ان شاء الله بالتوفيق، مع خويا ثاني كلاوي غني نقول لهم بالتوفيق ان شاء الله، ورمضان كريم وصحه سحوركم. الله يسلمك شهرزاد، واش تقولي لنا؟ كنت قاعدة ما شاء الله كيما العادة ما تنشوهاش مع عتيقة، زهدنا الحالة. أنا قلت لك سافات لو تيب ديتي، كاع الناس غتغنيها عتيقة مولات الخانة. إيه في وقتها دارت سكسي كبير. ربي يحفظك. جو كخوا كو سي أون شونسون أنديمودابل. ربي يحفظكم، قاعدة شابة وإن شاء الله يا ربي يكونوا فوتوا معنا وقت شباب، وإنت الله يحفظك وإن شاء الله يكون عندك مستقبل في هذه الجنة اللي فيها. فوالا وسهرتكم جميلة. الله يسلمك يوسف كلمة. بارك الله فيك الأخت هدى الاستضافة، أخ سلطاني رشيد جميلة عتيقة. ضحكتينا، انا نحبك عتيقه نموت عليك يا عمري. والله انا نتبع الفيلم تاعك، اتمنى ليوات مصطفى غير هاك، انا داك هذوك الافلام نحبهم نشوفهم. ثاني امينه ايمان اللي عيطت لي، اوسكار كامل صحابي لا فامي، وبارك الله فيكم. يعطيك الصحه ومرحبا بك معنا سيده جميله عراس، واش تقول لنا؟ انا اليوم شوفي راني فرحانه وتفاجات، ما كنتش على بالي بلي جايه عتيقه. الله يسلمك من دار الرحمه، فرحتوني كي جبتوها. نشكركم كامل كل الحضور، بصح عتيقه نشكرها اكثر. الله يسلمك اختي تعيشي ماما، لو لا غا ما في طري كون بليزير، باسكو ما عندناش وين نتلاقى ولا غالب. صح 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 ان شاء الله صح. رشيد كوم توجور الله يعطيكم كاع الصحه، بون كونتينياسيون بور نوتر جين طالون، الله يعطيك الصحه بارك الله فيك. عتيقه الله يسلمك نموت عليك. الله يسلمك خويا رشيد، ميرسي بوكو، الله ينورك ان شاء الله ما عليك بخير خويا. يعطيكم الصحة، شرفتونا وكانت سهرة جد ممتعة، ويعطيك الصحة عتيقة. يسلمك يعطيكم الصحة انتوما. فرحتينا وربي يفرحك ان شاء الله دائما. يسلمك حنونة انتوما. ان شاء الله تبقى دائما الابتسامة ديالك كيما يعني كيما انت جميلة، وان شاء الله تقعدي دائما جميلة ومبتسمة. مشاهدينا لحقنا إلى نهاية هذا الموعد. محمد بون يعطيكم الصحة عتيقة، شكرا جزيلا. يسلمك خويا محمد، ونتمنى لك الشفاء ان شاء الله ليك ولجميع المرضى. يوسف يعطيك الصحة، شهرة كيف كيف، رشيد وجميلة يعطيكم الصحة، هدى كذلك، الأوركست تاعنا، والفنان محمد كذلك اللي نشكروه، وسهرات البلاد متواصلة بصح غدوة ان شاء الله، ونفترقوا ان شاء الله، نقول لكم صحة سحوركم على أنغام محمد رفقة فرقة الزهوة. صحة سحوركم مشاهدين. سالي طراش قلبي يعطيك خبر، انت الملكة تدري ما بيه، خليه يشتكي يحكي لك حوار، تما تعذبيه ولا انت تشفيه. سالي طراش قلبي يعطيك خبر، وسالي سالي سالي سالي، تما تعذبيه ولا انتي تجفيه، تما تعذبيه ولا انتي تجفيه. زادلو زفارات زادلو زفارات زادلو زفارات، انتي اللي عذابك زادلو زفارات يوخدو زادلو زفارات، انتي اللي جمالك هو الخلاق وخلاقو خلاقو خلاقو، ما هيش غير مرة كم من مرات كم من مرات كم من مرات
العيش غير مرة كم من مرات وخدوه كم من مرات سالي على حواله وطفي جماره سقسي على حياته وراهي تخفي مسجون بين حيط ما جاب خبره حلي عليه باب القفص تلقيه سالي طراش قلبي يعطيك خبر سالي لما تعذبي ولا انتي تجفي 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 الململ يا مالي شحال بالبادي يا مالي خلي بغى يسير يسير والمرسم خالي كيف ذاك المربي